السلام عليكم متابعين حكيم فلوق، كيدايرين بخير عليكم؟ احنا كما تشوفوا اليوم الحد خرجنا الوليدات لاكوط، نشوفوا الدنيا عامره هاشما تشوفوا معنا كيدايره. ولكن كاين مجموعه ديال الاصدقاء هنايا وكاين الناس هنا تيشطحوا تي احواش هالشلحه، خليكم مع الفيديو حتى الاخر الاخوان، تحياتي لكم. وكما تشوفوا الاخوان هانتوما هي مجموعه حيدوس، دابا حيدوس عماره بيناتهم ناشطين. كان غاز الكتف ولكن الفرقة الموسيقية للموضة في الميل الوسط. ودابا الفرصة ندوزو لمجموعة أحواش، بالنسبة لي كابتا عندهم مجموعة أحواش، شنو هما؟ كان غا حرك البنديرو وخد الطبل. كان غادفع بنادم من الوسط وعرض على بنادم مرحبا بكم. هذا عاجبو اللي تبعو يا اخي، غالبا الموسيقى تمنظر هذاك مولي طبل تايز تحتها هو. هاهو مطبل ميتو فيها مجموعة أحواش، هو هذا هذا هو اللي موجود زويناه، كو هذاك مطبل مكفاهمش، هذا غادي تيبان كاع، كاين غاتنلف، ومول البندير عندك هالتولات، هادو صعب نوض هاد المجموعة هادي، حمسين هنا الجمهور. شو الاخوان هو امور الطفل بالله مثلا هو وجيني مول السلوك خباب
هذه هي مجموعه عبيده ترمى. سالو بكري صافي هذه فرقون شوقا وتمنى غير مجموعه احواس واحيد هما اللي عندهم الخبر. ولكن الله قلت لكم تشوفوا معنا راه زايد الناس جالسه هكذا الصراحه الله رونا في اكادير. هذا هو قطار اكادير ديال توريس. هاو تشوفوا معنا الاخوان هذا هو قطار اكادير ديال توريس. وهذه اللي قدامنا هي دابا راه حاسم مابقاش خدام هذا شي مشاكل مع البلديه ولا مع الجماعه ديال اكادير ما تكون خدامه تكون فيها الرواج. ايوا هذا هو لاكورد هذا بغيت نديكم جهه البحر ان شاء الله وتشوفوا الاجواء كي دايره تما. ها هي الناعوره ديال اكادير ها لاكورد الاخوان ديال اكادير. الله الوطن الملك على قطر. الله الوطن الملك الاخوان هي شعلات سطح الليل دابا في لاكوت هانتوما تشوفو معانا. عاوتاني هاد الوقيتة هادي تكون عاوتاني تيطيح الليل تيولي منظر اخر عاوتاني في لاكوت هنا في اكادير. الصراحة الله هنايا الناس يعني مخرجها يعني كاين لومبيونس كيما تشوف كاين تعيد الروتين الحمد لله على كل حال. ها البحر الاخوان انما ديال الله الراحة النفسية هي اول خوت كرسي ديال العرش ديال لاكوت اكادير هو هذا. هذا هو كرسي ديال العرش وكما تشوفوا معنا الاخوان هكا سالي الفيديو ديالنا ونتمنى ان شاء الله يكون نال اعجاب ديالكم. راه هذا فيديو خفيف مبغيناش نخليوكم بلاش. المهم تمنينا الفيديو الاعجاب ديالكم وتبخلوش علينا بالاشتراك وتحياتي لكم والى فيديو اخر. تحياتي لكم الاخوان.